وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. سائل يقول في بلدنا الجزائر حرسها الله وبلاد المسلمين تبعون المذهب المالكي ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا فهل تجزئ بالنقود وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة بارك الله فيكم. صدقة الفطر بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط لأن هذه هي الأطعمة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام لأن في الحديث صاع من طعام طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها مع أنها كانت موجودة في وقته كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام فنحن نتقيد بما جاء في الحديث ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أخرج عن نفسي أخرج زكاة الفطر نقودا ووالدي يخرجها طعاما فهل عملنا صحيح فيدونا جزاكم الله خيرا. والدك هو المصيب الذي يخرجها طعاما هو المصيب فأخرجها طعاما مقدرا بالصاع نعم وهو 3 كيلو تقريبا الصاع 3 كيلو تقريبا نعم.